العلاج. عايزين نعرف مختلف المراحل الخاصة بهذا المرض، وهل كمان العلاج يختلف على حسب طبيعة المرحلة؟ تمام. طيب احنا نبدأ بالعلاج بأول حاجة الوقاية. انه طبعا زواج الأقارب إذا هيتم لازم تعمل الفحوصات اللي قبل الجواز بصفة كاملة وبدون يعني إيه تقصير فيها، علشان مسؤولية بعد كده من غير أي تجاوزات، يعني إنها ما تجاوزت فحص ما أو كده. بالظبط كده. دي حاجة. الحاجة التانية خاصة لو الأب والأم عنده معرفة إن هو عنده العشر الليلي، مهم جدا برضو الفحوصات دي عشان توقع المستقبل للأولاد ده يبقى عامل إزاي. طيب احنا اتفقنا ان العلاج في الوقت الحالي للعشاء الليلي مفيش علاج موثق، لكن في تجارب، والتجارب دي بدايتها ناجحة. التجارب دي هتخلص امتى والعلاج ده هيظهر للنور امتى مفيش ميعاد نهائي لحد دلوقتي. تمام. هل العشاء الليلي ده بيكون يعني اخر مرحلة في المرض، ولا برضو يعني بيكون مع بداية ظهور المرض ممكن نقول عليه عشاء ليلي عشان برضو نفرق هو مجرد بنشوف حاجات معينة في الشبكية، يعني هو طبعا له ساينز، له علامات معينة في الشبكية، أول ما بنشوفها خلاص هو بيتشخص إن هو عشاء ليلي. هنا بندوكيومنت ده وبنقول إن النسبة كذا، ونبدأ كل سنة نتابع هل الموضوع بيزيد ولا هو بس كده ثابت ولا إيه. طب مع أول يعني تشخيص بيبقى في دواء بيتاخد في الوقت ده وعلاج؟ في فيتامين ألف بنكتبه. هو يعني ما تقدريش تقولي عليه علاج، هو نقدر نقول عليه إن هو فيتامين مقوي شوية للشبكية. تمام. فيتامين ألف، بس برضو لازم يتاخد باحتياطات، خاصة إن هو مثلا في الحوامل ممنوع، أو الستات المقبلين على الحمل برضو ممنوع إن هو يتاخد. هو يعني تقدر تقولي سبورتيف، يعني بيدعم اكتر منه ان هو يحل المشكله. تمام. لكن الحاجات المهم ان احنا نعالجها هنا الامراض المصاحبه للعشاء الليلي اللي هي المضاعفات. هي مش بنقول مش مضاعفات قوي، هي امراض مصاحبه. يعني شائع جدا في العشاء الليلي انه يحصل ارتشاح على مركز الابصار. والارتشاح في العشاء الليلي هنا يختلف عن الارتشاح بسبب السكر. يعني احنا من شوية كنا بنتكلم الارتشاح في السكر بيبقى علاجه رقم واحد الحقن. هنا علاجه لا، مش الحقن، يختلف. هنا علاجه ساعات بيبقى راس المريض بياخدها، ساعات بتبقى قطرات. اذا ما جابوش نتيجة بنلجأ بعدها للحقن. تمام. لانه الحقن في حالات الارتشاح اللي هي بتاعت الالتهاب الشبكي التلوني او العشاء الليلي مش فعال زيه زي السكر. لانه المصدر في الحالتين مختلف. تمام. المسبب للمرض مختلف. مريض السكر ومريض الجلطات بتاعت العين يستجيب للحقن بشكل كويس، لكن الالتهاب الشبكي التلوني ما بيستجيبش للحقن كويس، بيستجيب اكتر للبرشام او للقطرات اللي تسحب المية اللي اتجمعت دي.